وللحديث أكثر عن تضخم نفوذ ميليشيات الحشد في العراق حتى بات مصير الأحزاب بيدها، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. حياكم الله سيد عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك. بداية سيد عبد القادر، منذ أسابيع قررت ميليشيات الحشد إنشاء ميليشيا جديدة شمال بغداد، وفي الوقت ذاته تزيد من أعداد منتسبيها وتسليحهم. ألا يخالف ذلك وعود السوداني وتعهداته الخاصة بتحجيم نفوذ تلك الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة؟ ذلك يكشف غدر السوداني وكذبه وتدليسه حول حصر السلاح بيد الدولة، وبالتالي أصبحت حكومة السوداني أكبر داعم لتوجهات تمدد الحشد وتوسعته حسب الرغبة الإيرانية بقيادة الحرس الثوري الإيراني وبإدارة ميليشيات حزب الله اللبناني. هدفه الأساس بناء الدولة العميقة التي تسيطر على ملفات الدولة الحقيقية، ولذلك أصبحت لديه ذراعا اقتصاديا كشركة المهندس، وهي شبيه شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني، ثم جناحا مسلحا وهو الأقوى ما بين تسليحه ما بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبالتالي أيضا أجنحة سياسية، وهذا كله تمهيدا لاستلام زمام المبادرة أو الانقلاب العسكري في قادم السنوات أو قادم الأشهر القادمة. لذلك هي تسعى إلى السيطرة على العراق من خلال هذا التمدد، ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى حسب ما جاء في إقرار ميزانية الـ 2024 الذي أرسلها مجلس الوزراء ووضع فيها فقرة مخالفة للإدارة المالية، وهي البنود السرية، النفقات السرية لميليشيات الحشد الشعبي، وهذه تقتضي بناء جهاز خارجي للحشد الشعبي ينتشر في عموم الدول، وبالتالي يجري الآن استخدام حقيقة كثير من الملفات ومنها الحفلات الماجنة والهابطة للتسويق إلى تهريب الدولار خارج العراق. نعم. لإنشاء أعماله. نعم، ولكن السؤال هنا سيد عبد القادر، يعني ما مصلحة السوداني بغض الطرف عن هيئة أو ميليشيا لربما تكون قادرة على الإطاحة بحكومته، كما جاء بصحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية من أن مصير الأحزاب السياسية بات اليوم بيد ميليشيا الحشد؟ أولا، السوداني هو وليد لهذه الميليشيات وليس بمعزل عنها، وثانيا الضامن لبقاء هذه الأحزاب، وأقصد هنا أحزاب الإطار التنسيقي بإدارة السوداني، لأنها هي الذراع السياسي لهذه الميليشيات، والسوداني جاء مرشحا منهم لا عليهم، وبالتالي مصلحة السوداني تقتضي في إكمال مشروع ما يريده إيران وإتمام مشروع ما بدأه النور المالكي، وهو امتداد لذلك المشروع، لأن من أسس دولة الميليشيات في العراق هو نور المالكي برعاية إيران، ولذلك اليوم السودان يكمل هذا المشروع بطريقة وقحة، لأنه بشكل علني يعني أسس أمور لم يجرؤ المالكي على تأسيسها، مع أنها كانت من أدبياته، لكن اليوم السوداني يكشر عن أنيابه بشكل واضح وصريح، والأوامر الأخيرة التي صدرت بوضع ملازم من رتب عسكرية لناس لا يقرؤون ولا يجيدون لصالح ميليشيات الحشد الشعبي دليل آخر على أن السوداني حقيقة وهب لهم أشياء ووهب لهم امتيازات ما لم توهب في أي حكومة ماضية، لذلك هو وليد هذه القضية وهو داعم لها ضمن مشروع كبير يقوده الحرس الثوري الإيراني في المنطقة وفي العراق خصوصا. يعني إذن إلى أي مدى جاء تقرير صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية واقعيا من كما تحدثنا، يعني مصير الأحزاب السياسية اليوم بات بيد ميليشيا الحشد فعليا؟ هذا يأتي التقرير من جهة يعني حقيقة تؤكد على أن الفاعل الحقيقي للواقع العراقي هي الميليشيات، وبالتالي هذه الأحزاب أصبحت رهينة بيد الميليشيات، وأن قرارها وبقائها بيد الميليشيات، ولذلك رأيتم ومن يتابع المشهد السياسي العراقي يرى أن الأحزاب الناشئة، يرى أن الأحزاب السياسية الأخرى المتمثلة في المكون السني أو المكون الكردي كلها تحظى بدعم الميليشيات وبقائها ببقاء
دعم الميليشيات لها، ولذلك يزدادون نفوذا وقوة وسلطة على المحافظات المنكوبة وعلى غيرها من خلال دعم الميليشيات، لذلك واقعهم السياسي ومرتهن بهذه الميليشيات. هل يستطيع أحد أو من هذه الأحزاب أن يناقش أدبيات كجرف الصخر، عودة النازحين، أو مسألة النفقات السرية الخاصة بالحشد؟ لا يستطيعون، لأنهم يخشون على أنفسهم من الاغتيالات إذ لم يكن موالين لهم ويدعمونهم من أجل الحصول على دعمهم. لذلك يأتي هذا التقرير في هذا السياق وليس في سياق أن الميليشيات، أن الأحزاب السياسية ستنهار، ولا سيما أحزاب الإطار التنسيقي. الميليشيات أو دولة الميليشيات الموجودة حاليا وهي الدولة العميقة في العراق، هي تريد أيضا أن تضع مسرحية هزيلة بأن هناك برلمانا وأن هناك تعددية سياسية، لكن القرار الرئيسي لها هو قرارا واضحا باتا من خلال مرجعيتها الإيرانية ومن خلال التدخل الإيراني الكبير الذي بدأ حقيقة يستحوذ حتى على المشاريع الصغيرة في العراق من خلال الشركات التي زجها وأصبحت مقراتها هنا. ومن هنا نتحدث حقيقة عن ما يجري في بادية السماوة التي الآن تشهد يعني عملا كبيرا وملاجئ ومقرات تحت الأرض وفوق الأرض من خلال بناء معسكرات تدريبية ومن خلال بناء يعني مدن صناعية الظاهر منها أنها ربما ألبان أو منتجات أخرى صناعية، لكن الحقيقي أنها منتجات الحرس الثوري الإيراني تصنع فيها الأسلحة وتهدد دول المنطقة. نعم، يعني سيد عبد القادر، بصراحة هل نحن اليوم لربما بتنا أمام محاولة استنساخ حرس ثوري إيراني في العراق عن طريق ميليشيا الحشد أم ماذا؟ نحن الآن في طريق الاستنساخ، والخطوات التي اعتمدتها حكومة السوداني أصبحت علنية، والآن بدأ العمل من العمل السري إلى العمل العلني. وأسلفت لك أن ميليشيات الحشد أصبحت جناحا عسكريا ولديها جناحا مسلحا سياسيا، ومن ثم لها شركة المهندس الذي الدولة العراقية رعتها بالأموال العراقية من خلال حكومة السوداني ب100 مليار. وهذا يؤكد حقيقة على أن ما جرى في الحرس الثوري الإيراني من تأسيس لشركة خاتم الأنبياء التي أيضا هي تشرف على الأعمال والدعم اللوجستي والمالي للحرس الثوري الإيراني، هي ذاتها من تشرف وهيكلة هذه المؤسسة، وبالتالي السيطرة على مجمل القرارات الأمنية والعسكرية يؤكد على أننا في نسخة حقيقية. نعم هي لم تكتمل، لكنها تسير بطريقة واضحة من خلال الصمت الدولي ومن خلال الخنوع للأحزاب السياسية داخل العملية السياسية، وبالتالي الشعب العراقي يعي هذه القضية أنهم يسيرون الآن على طريق إنشاء أو إكمال إنشاء غرار الحرس الثوري الإيراني في العراق، وبالتالي عندما يكتمل سينقلبون في ذلك الوقت ليؤسسوا الدولة بشكل علني وصريح على حسابهم وعلى أمزجتهم والقوانين التي يريدونها. لكن طيب ما خطورة هذا الشيء؟ ما خطورة هذا المخطط إذا ما نفذ بالفعل على مصالح العراق ومصالح العراقيين؟ أول هذا التأثيرات هو إنهاء العراق وجودا وشعبا وخارطة بالمطلق، وثاني خطورته هو تغيير كبير للثقافة العراقية وكذلك الاقتصاد العراقي وانهيار بالكامل لمنظومة العراق، وبالتالي هم يريدون التغييرات كبيرة، ولذلك رأينا تغيرات ثقافية كبيرة تطرأ على الشارع العراقي. هذا التغير التغيرات هي مدروسة من خلال الزج، رأيتم قبل يوم جرى الاحتفاء بما يسمى يوم العيد الوطني العراقي، ولا أعلم من الذي قرر هذا العيد، يحتفلون تحت يعني منطقة مقدسة عند العراقيين تكرم فيها صناع الأمجاد، هذا البلد الذي حقيقة أول وحي نزل على الأرض نزل في العراق، هذا الذي جذوره عميقة 8000 سنة في التاريخ، في ساحة فيها نصب تذكاري للانتصار على الإيرانيين، فيها قبضتي السيف، حقيقة ينشئون حفلا أقل ما يقال عنه هابطا
هذا كله حقيقة هي لضرب المفاهيم العراقية التي تؤسس ويعتز بها الشعب العراقي. نعم ردة فعل الشعب العراقي إيجابية، لكنهم هم يبحثون عن الاستمرار في انهيار المنظومة الثقافية والبنائية العراقية من أجل الوصول إلى إنهاء العراق، ثم خطورته أيضا على المنطقة، لأن الذي يجري من هدم للعراق عند اكتمال نسخة بناء الحرس الثوري الإيراني فرع العراق، هذا لن يكون بمنعزل عن إنهاء المنطقة وتدخلاتها. وأسلفت لك بناء القاعدة العسكرية في صحراء السماء ومقابل منطقة رفح السعودية، ما هو إلا أيضا للإجهاض على تلك المناطق، أي أقصد منطقة السعودية ومنطقة الكويت، لأن الذين سكنوا في معسكر رفحاء يمتلكون الخارطة الجغرافية وبالتالي يستطيعون أن يتحركون. إذا نحن أمام مشروع جهنمي إذا ما اكتمل في العراق، سيبتلع العراق والمنطقة، لكن أيضا العراقيين يعملون وإن كانوا أيتاما من دون دعم لا خارجي ولا عربي ولا حتى إعلامي، لكنهم يعملون من أجل أن لا نصل إلى هذه النكبة الحقيقية، إن حدثت فهي تعادل نكبة احتلال فلسطين إذا ما تم الحديث عن إكمال مشروع الحرس الثوري الإيراني فرع العراق. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.